大，大，大大大大大。شو بنعمل تركي؟ شو عم تعمل هون؟ يا تسرقني؟ يا ليتك ما عرفتني. إذا ما قتلتك قطعني بالبلد كلها. دخيلك دلاج، سأترتني بشنوك. بشنوك يا دلاج. مين رح يجلقني؟ أصلا ما حدا يعرف أني قتلتك. ما في غير أنا وأنت. مين بده يشهد؟ هتلس هتلس ما بيشهد عن أني قتلتني. دلاج دلاج تلس أرجوك أرجوك أي بعض. يا تيس، شهد ان تلاش ابن ابو تركي قتلني ظلما وعدوانا. مالك 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 شو بدي اصير يعني؟ صاير معك شيء؟ مو صاير شيء. طيب ليش هيك لونك مخطوف؟ تعبان؟ في شيء؟ ما في شيء يا اختي، ما في شيء، تركيني بحالي. طيب 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 هدي حالك. حط لك عشاء؟ لا ما بدي. مالي نفس. حدا سأل عني شيء؟ لا أبداً؟ أبداً. ما بدك تروح على بيت عمك إبراهيم؟ لا لا ما بدي، بدي نام. هتلس هتلس ما بيشهد عنه انا قتلتني. سلام دلع.
اترك خلاص. خير اخي خير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو شايف منام بشع مو هيك؟ لا لا ماني شايف شيء، ماني شايف شيء. لكن ليش صرخت؟ ما بعرف. يعني شو عم تدور؟ بديعة وين الحب اللي كان هون؟ ولك عم بسألك وين الحب المنوم اللي كان هون؟ انا امته. ومين سمح لك تقيميني؟ خفت اتعود علي يا اخي. روحي جيبي لي اياه. يلا يلا روحي روحي بسرعة. مشان تفقدوا له وماتوش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مين له مصلحة بقتله؟ لك والله الرجال آدمي وما له أعداء ابنه. إيه ربك وحده بيعرف مين اللي قتله. عم بيقولوا إن القاتل إجا مشان يسرق له بيته، قام عليه مع بعضهم. عمين بينا القصة مبينة، أكيد واحد من برات الضيعة. وليش ما يكون من جوات الضيعة؟ شو بيمنع؟ بيمنع. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم عمي ابو شاكر، الله يعطيك العافيه. اهلين، طمني عنك، شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله تمام. الحمد لله. إيه الحمد مستوره لله. الحمد لله رب العالمين. شو كنت بدي اقول لك عمي ابو شاكر، لساتك عم تشتغل بمزرعه المرحوم ابو جمال؟ لسه، الله ينتقم من يلي قتله. قول امين. امين امين يا رب العالمين. خير امور؟ ما يامر عليك ظالم. الحقيقة عمي أبو شاكر، أنا عندي شوية نعجات بدهم تلقيح، وسمعت أنك اشتريت التيس القوي اللي كان عند المرحوم أبو جمال، صحيح الحكي؟ صحيح، أم جمال أعطتني إياه وما اشتريته. إيه مو مشكلة، المهم أنه التيس صار عندك. إيه نعم. بقى اللي بدي إياه منك أنك تخدمني هالخدمة وتبيعني هالتيس. ما بقدر عمي، ما بقدر منوب، هذا ذكرى من المرحوم أبو جمال، واختي ام جمال ما سمحت لي بيعه. بس انا رح ادفع. لك عمي كلمه ورد غطاها، انا ما بحسن اتصرف بهالتيس. فهمت شو عم لك؟ فهمت والله فهمت. السلام عليكم. سيدي مو انت نبهت على الكل انه نعلمك بكل شيء بيتعلق بسيرة ابو جمال مهما كان صغير؟ امبلا، ليش في شيء جديد؟ اجاني دلاج بده يشتري التيس تبع المرحوم ابو جمال، بس انا ما رضيت بيعه اياه مع انه حاول معي كثير. ليش؟ شو بده فيه؟ سيدي عم بيقول مشان النعجات. ايه بس هذا الزلمة مقطع موصل، لا عنده نعجات ولا ما يحزنون. ايوه. طيب ابو شاكر، إذا إجا لعندك مرة تانية حاول تخبرني، ماشي؟ أمرك سيدي، أمرك. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام.
عليها تيس يا عطير؟ لك يخرب بيتك ما عم تخليني اعرف لها. سيدي وقلب لك التيس على ظهره وشخته وقال له شهاد علي بقى اذا بتشهد. وعلى ايش بده يشهد؟ والله ما بعرف سيدي. ايوه ابو شاكر. نعم سيدي. 40 ابو جمال امتى؟ بعد 3 ايام. بدي اياك تعزم لي دلاج على 40 باي طريقه. وجب سيدي. اللهم ارحم عبدك احمد ابو جمال. امين. واسكنه فتيح جناتك. امين. اللهم اجعل هذه القراءه وما تلوناه من اجل روحه الطاهره. امين. اللهم ارسل غضبك ونقمتك على القاتل المجرم. امين. اللهم لا تدع السكينه تدخل على روحه ابدا. امين. الفاتحه على شرف المصطفى وعلى نيه من سبقنا الى رحمه الله. امين. يا حي يا قيوم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين. اياك نعبد. تفضلوا يا جماعه تفضلوا. يا ناس يا عالم شهدوا انه هذا يلي قاعد قدامي دلاج هو يلي قاتل ابو جمال المسكين وقاعد عم يقرا له الفاتحه. اي نعم انت اللي قتلته وانا كنت الشاهد الوحيد. انت اللي قتلته. ولك خلاص انت اللي قتلت ابو جمال المسكين. خلاص انا قتلتك بايدي هدول. انت اللي قتلته. من وين تعطيني مره ثانيه ابو جمال المسكين؟ انت اللي قتلته. انت اللي قتلت ابو جمال المسكين. انت اللي قتلته. انت اللي قتلت ابو جمال المسكين. انت اللي قتلته. انت اللي قتلت ابو جمال المسكين. ايه نعم انت اللي قتلته وانا كنت الشاهد الوحيد. لك سكتوا. انت اللي قتلته وانا كنت الشاهد الوحيد. والله ما كنت الشاهد يا جماعه. انا دخلت على البيت حتى اسرق هو طلع بوشي وكشف لي على وجهي وقال لي عرفتك. انا والله والله ما كان قصدي. صديقك والله والله ما كان قصدي. شحطوك. والله ما كان قصدي. والله يا جماعه ما كان قصدي. اهلي انا دله. والله ما كان قصدي. والله ما كان قصدي. انت ابو جمال. والله ما كان قصدي. والله والله ما كان قصدي. والله والله ما كان قصدي. والله ارتاحوا ارتاحوا يا جماعه كملوا اكلكم. سبحان الله يضع سره في اضعف خلقه. لا اله الا هو. يبدو هالتيس هو الشاهد الوحيد على هالجريمه البشعه. وحكمه ربي بالغه امرها ولكن اكثر الناس لا يعقلون. شوف يا ابني الحقيقة الدم ما بينطم وخاصة دم المظلوم. اي نعم. ايه بعد اذنك شيخي لك. ها ايه